أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما بمبادرة من الولايات المتحدة بهدف مناقشة جدوى الأعمال المؤتمر الدولي حول سوريا بشكل جوهري والمفتتح في مونترو، وذلك حسب ما ذكر المكتب الإعلامي للكريملين. وأضاف أن الرئيسان تطرقا خلال الاتصال إلى عدد من القضايا، بما في ذلك تنفيذ الاتفاقات المبرمة في عام 2013 والمتعلقة بتسوية مشكلة البرنامج النووي الإيراني.